بالرغم من الأوضاع الأمنية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، أصر المئات من المواطنين الفلسطينيين على إحياء الأسبوع العالمي لمكافحة المخدرات بنابلس، لا سيما وأن المخدرات بدأت تنتشر في الأراضي الفلسطينية في الآونة الأخيرة بشكل لافت للنظر. ظهرت المخدرات تنتشر بشكل متزايد يوم عن يوم في محافظات الضفة الغربية، لكن احنا دائما في عملية حراك وعملية توعية حول مخاطرها، لكن بتأتي المسيرة اليوم في المناسبة ل 26/6 اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي بيحتفل فيه كل العالم، واحنا جزء من المجتمع وجزء من الأنشطة العالمية من أجل أنه نركز على تسليط الضوء على هاي الظاهرة من أجل أنه تلاقي اهتمام من أصحاب القرار. وانطلق المشاركون بمسيرة حاشدة من دوار الشهداء بوسط المدينة باتجاه مركز شرطة نابلس، مطالبين المسؤولين بسن قوانين رادعة وفرضها على تجار المخدرات والمتعاطين للحد من انتشار هذه الظاهرة. ملاحقة كل مروجي وتجار السموم والمخدرات، هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني هو التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعزيز ثقافة المواطن الفلسطيني في مواجهة هذا الخطر، وفي نفس البند وتحت نفس الخانة إنه إحنا نسعى من أجل تعزيز إمكانيات وقدرات المؤسسات القائمة على بناء فعاليات من هذا النوع، من أجل أن يكون هناك مجتمعاً واعياً ومثقفاً يستطيع أن يواجه هذا الخطر. وبحسب الإحصائيات غير الرسمية، فإن ظاهرة انتشار المخدرات في الأراضي الفلسطينية بدأت تلاحظ بشكل كبير وملموس خلال الأشهر الأخيرة في الشارع الفلسطيني من قبل فئات الشباب، لا سيما إدخال أنواع جديدة من هذه المخدرات وبأسعار مختلفة. بصراحة إحنا أول من كم سنة ما كنا نفكر إنه المخدرات عم تنتشر بهالآخر كم شهر آخر سنة، منلاحظ إنه المخدرات بانتشار متزايد، صفة إنه بين من 14 ل 21 25 كتير منتشر بين هاي الفئة، فيعني كل حدا فينا عليه واجب إنه هو يساعد في نشر التوعية. الإعلام كتير دوره مهم، حتى إنه إيد بإيد وبكفي عادي. يعني حقيقة لا توجد في هناك أرقام في دولة فلسطين لواقع مشكلة المخدرات، وإنما إحنا نعتمد على تقرير الوضع الراهن لعام 2006، وبالتالي أشار إلى مشكلة تنامي المخدرات في فلسطين، وبالتالي حدد الرقم ما بين 35 إلى 42 ألف مدمن ومتعاطي في المخدرات، وبالتالي هذا الرقم قد نختلف مع بعض المؤسسات التي أشارت إلى هذا الجانب إلى أنه هو تقريبا الرقم الموضوعي والحقيقي لمشكلة المخدرات. وبالتالي الحمد لله إحنا في فلسطين في مأمن من انتشار هذه الآفة، وذلك بفضل وعي المواطن كمان بالإضافة للمؤسسات الأمنية التي تقوم بملاحقة التجار والمروجين. ويعتقد المنظمون لهذه المسيرة أن القوانين المعمولة بها في الأراضي الفلسطينية في مجال مكافحة المخدرات والعقوبات البسيطة والقديمة التي تفرض على التجار هي أحد الأسباب الرئيسية في انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني. محمود برهام لفضائية معا، نابلس.